ما حبيت التقديم. يا سلام انا بصير مقدم ترى من اليوم ورايح ماني منشد. اتعبتني جروحي خذ ما استطيع الوقوف اجلس وش يسوي شجاعا كسر سيفه وطاح. يا اهلا وسهلا. تعال جنبي تعال. لا يا اخ ما ابغى جنبك معليش. بالله انت جنبي يا اخ غصب هو اتعبك الوقوف اجلس. لا لا جزاك الخير بجي هنا. وتعبتني جروحي ما استطيع الوقوف. هذه سمع ارسل ليها واحد وحفظتها وعجبتني. وش يسوي يعني شجاع كسر سيفه وطاح. يا هلا يا مرحبا. كملها جميله والله. وش هي هذا يا ظهر انها كلمات معروفه يعني. بالله اي والله اذكر قد سمعتها يعني شيء زي كذا بس جميله والله. كيف حالك؟ بخير يجعلك. شلونك؟ فاتك شلونك يا استاذ علي؟ وش تقديمه؟ قلت كنت اقول ابو عبد الله اني حبيت التقديم وافكر ما هو ادخل فيه. اسلم اسلم معلي عادي تصير في افخم العوائل. اسلم قلت اني وجدت نفسي شوي في التقديم. والله هذه فرصه يمكن. ترى يمكن مع انه ما كان توجهي نهائيا ولا كنت افكر فيه بس اني قلت لك قد قدمت اكثر مره فحبيت ان شاء الله. طيب يلا خلينا نجرب. شو رانا من ورانا حاجه احنا قاعدين للصبح. انا جربت يلا قدم. انا وعبد ابو عبد الله عندي جربت. برنامج اسمه ميديانا. شو انا كنت ماسك فتره في قناه الرساله اعداد وتقديم وكتابه محاور وتنسيق ضيوف. كامل البرنامج انا اللي كنت اسويه اسمه ميديانا. كان معي الشيخ النجيمي كنت مقدم اي ومعي عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الشورى والبليهي كان اسمه ميديانا. البليهي منو؟ البليهي الشيخ المفكر الدكتور عضو مجلس الشورى. ما تعرف البليهي؟ اي شو اسمه اي دكتور ابراهيم دكتور ابراهيم بليهي. انا في واحد من اخويا وش اسمه ابو عباه. تعرف ابو عباه حق شقره عضو مجلس الشورى اللي كان رئيس شو اسمه في الحرس الوطني جامعي ضيف وايضا قدمت له فكره في 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 مجلس الشورى ومن من من القناه نفسها قدم رساله الى مجلس الشورى بان يقروا هذا ان يكون هناك مجلس ابناء يديره مجلس الاباء وايضا وجهنا رساله وفتح من خلالها مركز للاعاقه في رفحه في رفحه وكان وبعدها يعني طلب انه يكون في هيئه للمعاقين كذا والحمد لله مجلس الوزراء فعل هيئة للمعاقين. نعم الآن في هيئة تابعة لمجلس الوزراء تابعة للملك مباشرة ما شاء الله تبارك الله تتعلق بالمعاقين متابعتهم شؤونهم في الدوائر شؤون اسمه ميديانا. طيب ناخذ جانب من تقديم أحمد قدم لنا فقرة ميديانا أو أي فقرة. طبعا ميديانا أنا اللي مسميها ميديانا ليش؟ بدال إعلامنا ميديا إعلام ميديانا ضمير فدمجتها صارت ميديا إعلام ميديانا يعني إعلام حقنا يعني عرفت يعني الكلمة. يا سلام مو بعربتها أضفت الضمير على الإنجليزي يعني إنجليزي وعربي وحطيتها في خلاط. حلو مثل إيش؟ مثل هل جدة لما يقولوا جدة حقنا ومكة جنبنا ما لها دخل بس إنها جت في بالي عاد قلت أقولها والله ما عشان السجع بس والله ما حط بخاطري قلت اسلم. يلا ابدأ انت اللي اسلم. طيب طبعا ترى هذا مخالف للرياليتي يعني بس ما عليك. ما عليك احنا جالسين نعيش يلا. انا احنا هذا مش رياليتي. انا منشد اهم شيء لا تنظر للكاميرا. طيب اسمع انا منشد ايوه وابو عبد الله تبغى راوي ما شاء الله تبارك الله عندك كل شيء اختر ايش تبغى بس الاعلام انا منشد. التقديم موهبه ترى شوف اصعب مهنه التقديم. بعض الناس يحسبونها سهله بس تقول السلام عليكم كيف حالكم معي فلان فلان كيف حالك اسئله تروح لا صح. يمكن يجيك ضيف ما تستطيع ان تديره دائم كل لقاء اما انك تحتوي الضيف او الضيف يحتويك تبان ضحالتك الثقافيه وضحالته الثقافيه. يعني مثلا الان نفترض مثال انت منشد صح وقلت لك الان انا نستضيف معنا المنشد وانا اخترت اني اكون في الحلقه يعني ضاغط عليك فقلت لك متى بدأت الإنشاد؟ أجاوب الحين. نعم إيه. متى بدأت الإنشاد؟ السلام عليكم معنا المنشد أسامة متى بدأت الإنشاد؟ بدأت الإنشاد في الابتدائي. الابتدائي عن طريق تأصيل ودراسة ولا فقط هواية؟ لا هواية. إذا أنت غير يعني غير مستضاف تخصصي في الحلقة لأنك هاوي ولست محترف. من اللي نسق معك؟ أنت. إحنا والله كنا نحسب إنك محترف. كيف تستضيف واحد ما تعرف عنه شيء؟ هذا خطأ فني ونعتذر منه.
وانت كيف تتمنى مهنه ما تحترف فيها؟ انا الحين اعتبر محترف. شلون انت زكيت نفسك بنفسك؟ نعم. الله يقول ولا تزكوا انفسكم، ايش فيك تزكي نفسك؟ لا في المجال هذا كهوايه. شفت كيف؟ عادي. شفت؟ تخيل المذيع هذا بدا يستخدم معك اللهجه دي، ايش ترد؟ تصير تدربي راسك في الحلقه. فهمت؟ صح. هذا اذا كان صايره كثير. يا سلام. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله. مثل عليكم السلام ورحمه الله. مثل ايش؟ يا هلا يا وسام. بركاته يا اخي. يا اخوان ترى في طباعه ب 15 ريال تطبع لك كلمه عربيه يا وسام. ليش؟ ما له داعي كذا يا وسام. ارحب. حتى انت زعلان زعلان من الكلمه اللي يقول لك وسام. دايم سلطان دايم يقول لك وسام. المحبه والحب بيني وبينك منتقله دائما وابدا. والله والله وحشتني. كيف الامور؟ ربي وحش. شردنا خوينا. اي شردكم يا حم؟ انت رايح مستضاف عند ابو رزيقه 5 ما شاء الله تكيا مع نجوم مع مغنيين. احنا كنا نتكلم عن التقديم يا فارس. يا رجال انت شو قصد موضوعنا؟ انت شو وضعك انت؟ ايش والله كنا نتكلم عن التقديم في شو اسمه في ايش؟ كنا نتكلم عن حاجه اي زي واحد هذه قصه معروفه طبعا وكتبت في الادب. واحد اسمه مصطفى محمود كاتب معروف مصري اديب. بعد ما خلص ترى بتقدم ولا يهمك. قابل وقاعد يقدم اليوم معه. اي لا لا نختار تبي التقديم ذا ولا قابل وحده فن يعني فنانه فقال لها طبعا الفنانه ذي تمتهن يعني تمتهن يعني فن وكذا يعني فهو اديب طلع بسياره عربيه قديمه كذا مكسره وهي معها شبح. قالت له يا مصطفى يا محمود شفت الادب عمل فيك ايه؟ معك سياره قديمة وأنا معي مرسيدس. قال يا أستاذة فلانة شفتي قلة الأدب عملت فيك إيه؟ فهو كان رد شوف رد أديب ردها عليه رد أديب فعشان كده فيلا الآن نبدأ التقديم.